دكتور مجدي بدر وكيل معهد بحوث التلوثات الحيوانيه التابع لمركز البحوث الزراعيه، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيكم في معهد تلوثات الهرم. احنا دلوقتي كفريق برنامج الثمره متواجدين في المزرعه البحثيه التابعه للمعهد. كلمني بقى على المزرعه، بتضم طلقات ايه، سلالات ايه؟ احنا معهد بحوث تلوثات الهرم معهد بحثي متفرد في تخصصه، بيهتم بالابحاث التطبيقيه اللي بيهتم برفع الكفاءه التناسليه حول المزرعه من خلال تطبيق الابحاث في مزرعه المعهد التجريبيه. المزرعه دي بتضم اغنام وماعز وجاموس وابقار. الجاموس في جاموس مصري وخليط ايطالي. الابقار كانت جاء رساله مهداه من رساله الانجس، وتم المعهد كان له دور كبير في تحسين سلالات الانجس عن طريق خلطها بسلالات الهولشتاين والبراون سويس والسيمنتال. الاساس المعهد بيهتم بانتاج قصيبات سائل منوي من الطلائق المميزه وراثيا ونشرها على مستوى المحافظات المختلفه للتحسين الوراثي للسلالات المختلفه في الحضاره المصريه. تمام، احنا دلوقتي كمزرعه احنا بنتعامل ازاي معاها بالنسبه للتجارب بقى؟ المزرعه كل دكتور بيعمل بحث تطبيقي، فبيقدم انه طلب بحاجات معينه اللي هو محتاجها لاجراء بحثه التجريبي. فالتجارب دي بتبقى هنا محصوره لكل طبيب عدد معين من الحيوانات لاجراء البحث، بشرط ان يكون البحث ده تطبيقي يهدف الى خدمه المجتمع بعد الانتهاء من التجربه بتاعته. هنا في مجموعه من الذكور بيهتم بقى قسم التلقيح الصناعي لتجميع السائل المنوي وتقييم السائل المنوي وتجميل السائل المنوي، والاناث لتشخيص الامراض التناسليه المختلفه ومحاوله التغلب عليها. احنا شفنا تجربه دكتور دلوقتي للحصول على السائل المنوي انثى جاموس مصري مع بقري عجل بقري سويسري. لا، التدريب على التجميع السائل المنوي بيتم هنا تدريب الطلائق على التجميع في مختلف الظروف، سواء هنا يعني عجل على عجل او عجل على الحيوان انثى، بحيث ان الطلوق متدرب انه يجمع في الظروف المختلفه، بحيث ان اقدر اجمع سائل منوي من حيوانات مختلفه في اي وقت ممكن لاجراء التجارب المختلفه. التجارب مش مجرد تجميع سائل منوي وتقييمه، الغرض ان انا اجمد القصيبات مميزه وراثيا عشان انشرها على مستوى القرى المختلفه. تمام، خاصة برضه سلالة الجاموس البلدي. الجاموس البلدي احنا بنحافظ على سلالة الجاموس البلدي اللي نتميز به من مقاومة الأمراض التناسلية وملائمة للظروف المصرية. وفي جانب تاني ماشيين في خط موازي، خلط الجاموس المصري مع الجاموس الإيطالي للحصول على هجين مميز وراثيا. ففي المعهد في السلالتين، الجاموس المصري الأصلي ومع الجاموس الهجين مع السائل المنوي الإيطالي. تمام، الطلقات هنا بالنسبة للعجول أو الأبقار لها تعامل معين. بالنسبة لبرامج التغذية كل حيوان طبعا على حسب سنه وعلى حسب بيبل ونوعه سواء ذكر أو أنثى له برامج تغذية مختلفة وله رعاية، وطبعا الطلائق بالذات لها رعاية مختلفة عن حالات المزرعة، لأن الطلوقة لازم يكون أعد غذائيا بطريقة مناسبة بحيث ما يكونش وزنه زيادة عن اللازم أو هزيل عشان أقدر آخذ منه على أعلى إنتاج، فطبعا له برامج تغذية مخصوصة محددة ليه. بالنسبة لأعمار الطلوقات يا دكتور تتطلب سن معين؟ الطلقه بيستلم عندي من سنتين لاقصى حاجه 5 سنين، بعد 5 سنين بتخلص منه. ده بيروح فين بقى؟ هنا خلاص بتخلص منه، بتحول لسلالات لحمه، بتباع لحمه، لان بحيث ان انا ما بعملش نشر لسلالات حاجه للتزاوج الداخلي. لو الطلقه انتجت منه سلالات قصيبات ازيد من اللازم هيحصل تزاوج بالداخلي، يعني لو الاب اتزوج بنته والكلام ده فيؤدي الى انخفاض الصفه الوراثيه. فانا اقصى حاجه بخليها الطلقه عندي هنا لسن 4 5 سنين، بعد كده بتخلص منه وانشا ويكون منشا طلقه غيره يعني.